بالرغم من المعاناة ومن بالرغم من الحق أن ثورة نوفمبر فاحل الواثقون من مشاعرك ألبس ما نملك. التكريم الثاني لعائلة الشهيد سعيد عمارة. لعائلة الشهيد سعيد عمارة رحمة الله عليه جميعا. تاريخ المولودية ضارب في التاريخ، ومنذ النشأة نتاعو كانت عنده أهداف متصلة بأولا بذلك الوعي الذي كان يجب أن يكون أوساط الشباب لبعث روح الاستقلال، ثم كانت المولودية الجزائر باعثة للكثير من الشهداء، وكان لازم علينا أن نتفكر اليوم هؤلاء الشهداء من واجب العرفان، ونحن نحيي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، الغالية على قلوب كل الجزائريين، وهي ثورة الفتح نوفمبر. تعطرت عليها باسكو عاود فكرت هنا في خويا دابور وكان المجتمع اللي هنا كان ما شاء الله مجاهدين اللي جاو مساكن ربي يرحمهم اللي ماتوا واللي بقوا ان شاء الله بيطولوا في العمر. هذو الناس اللي خدموا في كما قلت انت في وقت الاستعمار خدموا مع كانوا في المولودية الجزائر هذوما تاع بوراس وفرحاني وهذ لاكليك هذول نشكرهم بزاف بزاف، وهذول اللي عطاو الدفع الاول تاع الثوره الجزائريه.